كيف حالكم أصدقاء؟ أسعد الله كل أوقاتكم. لحظات صعبة جدا عم بيعدي فيها سوق الكريبتو بشكل عام والبيتكوين بشكل خاص. قد تكون فرصة مناسبة لكثير من الأشخاص اللي عم بينتظروا هالأسعار، وبنفس الوقت خسارات جدا فاتحة للأشخاص اللي دخلوا بمناطق مرتفعة. ربي يعوض الجميع إن شاء الله. لازم تعرف بداية الفيديو راح أحكي لك هالنقطة هاي، أنت حاليا خاسر جزء كبير من رأس مالك، مهم جدا تقتنص فرصة التعزيز المناسبة، لأنه دائما بالأزمات تصنع الثروات. لحتى تستعيد رأس مالك أنت بحاجة للتعزيز بجزء، ممكن 15 أو 20% من رأس مالك الأساسي، حتى بالبول ماركت القادم إن شاء الله تعيد رأس مالك وتكون على ربح. أهم شيء ما تستعجل بالدخول، خليك مراقب السوق لحظة بلحظة لحتى تقتنص الفرصة المناسبة. قبل ما نبدأ الفيديو خليني بس فرجيكم شو أهمية الانضمام لقناتنا على التليجرام. بقناتنا على التليجرام عملت تذكير لهالخبر هذا يلي نشرته أنا، أو هالتحذير، خبرتهم انه ال 28000 او ال 27800 هي نقطة الدعم يلي ما لازم نكسرها. في حال كسره رح نتوجه لل 25 وال 26 ايضا 23، وحاطط اخر نقطه ال 16000 ايضا كجزء من تعويض الخسائر. نزلت له للشباب هالعمله اول انطلاقه وخبرتهم فيها هدفنا فيها 50% فقط. ركز صديقي، هدفنا فيها 50% فقط من مبلغ الداخل فيه انت، تمام؟ خلينا نشوف العمله وشو عملت ارباح العملة أول انطلاقة وأول نزولة. نزلت لهم رابط على الديكس تولز. طبعا كان فينك تاخذ العملة من هون، الأشخاص اللي ما قدروا يدخلوا فيها كان فينهم ياخذوا عقد العملة من هون ويكونوا سريعين ويقتنصوا الفرصة. العملة بعد بساعة تقريبا من دخولنا، هون دخولنا، حققت العملة 48%، بعدها استمرت بالهبوط. ألف مبروك للأشخاص يلي دخلوا معي هالتوصية هاي، وخليك متابعنا على التليجرام حتى تحاول تعوض جزء من خسارتك. خلينا ننتقل للفيديو. البيتكوين اصدقاء حاليا عند مناطق مهمه جدا. هالمناطق ما عملنا لها زياره، احنا اخر مره عملنا لها زياره بالنسبه لضغط البيع اخر مره عملناها بال 2020. يعني الهبوط الحاصل حاليا ممكن يتشبه بهبوط الكورونا يلي صار بال 2020، ايضا بهبوط 2018. يعني بنشوف مناطق الار اس اي الحاليه، ضغط البيع الحالي تتوافق مع هبوط كورونا وبتتوافق مع هبوط 2018. بنشوف الار اس اي، خلينا نكبر الشاشه، الار اس اي ما زار هالمناطق، مناطق 29 ايام كورونا، زار مناطق ال 30 وايام ال 2018، وحاليا نحن عم نزور نفس المنطقه بالضبط. على الفريم الاسبوعي اللي احنا حاليا عم نتداول اسفل موفينج ال 200، مهم جدا تعرف هالنقطه هي، اسفل موفينج ال 200. اذا بنحط على الفريم الشهري بنشوف نحن في عنا مجال للهبوط 2000 لحتى نوصل لموفينج ال 200، موفينج ال 200 بيكون عند ال 22000 لل 21800. مهم جدا الدعم القادم يثبت صلابة لحتى نحكي عن منطقة عرضية أو توقف في الهبوط. الفريم الأسبوعي اللي احنا حاليا عم نداول أسفل موفينج ال 200، هذا الأمر السلبي. ما زال الأسبوع بدايته، اللي احنا أول يوم من الأسبوع الجديد، راح نشوف شمعة الأسبوع كيف راح تقفل. في حال أقفلت لنا أسفل موفينج ال 200 على الفريم الأسبوعي وما شفنا أي ارتداد، بتوقع أنا نستهدف مناطق ال 17000، مناطق ال 17000 يلي راح تكون الدعم القوي، الدعم الثاني على الفريم الشهري القوي يلي ممكن يرد السعر، منطقة ال 17000، في حال ما شفنا أي ارتداد لشمعة الأسبوع. حاليا المنطقة يلي لازم نشوف منها ارتداد هي منطقة 22000 لل 21000، هاي المنطقة يلي لازم نشوف فيها ارتداد واقفال اعلى موفينج ال 200 بالنسبة للفريم الاسبوعي، حتى نحكي نحن عن مشي عرضي واستقرار بالاسواق. غير هيك اللي احنا مهددين بالنزول لمناطق 17000، مهم جدا نركز على النقطة هاي. على فريم الاربع ساعات اللي احنا كنا حذرين جدا بالصفقات يلي عملناها بالفترة الاخيرة، يوم امس للاسف تم ضرب ستوب لوز عنا أكثر من صفقة، والحمد لله دائما هيك السوق، في عنا ربح وفي عنا خسارة، لازم نتماشى مع وضع السوق الحالي. وإذا عندك خسارة بتمنى عن جد من كل قلبي ربي يعوضك خسارتك، وإن شاء الله ربي يرزقك بمبلغ تقدر تدخل فيه وتناسب سعر دخولك، أنت تخفف على حالك سعر الدخول ويكون عندك التعزيز بالوقت المناسب. أهم شيء انتظر ارتداد، انتظر هدوء الأسواق، لا تحاول تمسك السكين وهي في حالة سقوط. وإلى اللقاء أصدقاء، فيديو جديد إن شاء الله.